السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعمل لكم مثل ما وعدتكم حشوات السمبوسك. بدي أعملها بأشكال مختلفة، بدي أعمل نوعين بطاطا، وبدي أعمل بالسبانخ، وبدي أعمل باللحمة. هلا هون أنا عندي السبانخ، مثل ما قلت لكم أنا دائما الورقيات بغسلها قبل ما استخدمها، يعني قبل ما أشتغل فيها. يعني بحياتكم ما تترموا الخضرة الورقية وبعدين تغسلوها، ما بتتخيلوا شو طلع منها تراب ورمل، لانه بالوحده. حتى خليت عرقين مشان فرجيكم كيف فرطتهم، مشان امن انه ما فيه نهائيا تراب او اي شيء. طبعا زيت زيتون لكل وصفاتي رح احط زيت زيتون، بس رح ابدا هلا بكل وصفه لحالها. عندي هون للسبانخ بدها بصلي وملح، ملح اساسي لانه هلا بدي اترمى واشتغل فيها بالملح. عندي هون جبنه بيضه، يعني في فته، هي الفته هي يعني الموجودة عندكم هي اللي أنا بدي استخدمها، لكن موجودة بباقي الأماكن هي بالعلب المعدن. هاي بتجي جبنة بيضة كتير طيبة بقلبها. طبعا في النوعية القاسي، في النوعية الطرية، لا النوعية القاسي استخدمه مشان ما تفرط معكم وانتم عم تشتغلوها. أنا رح استخدمها إن شاء الله بالوصفة. عندي جوز، عندي دبس فليفلي وزيت طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. لا هاي الوصفة ما بدها زيت، وملح طبعا بدها. الوصفة الثانية اللي هي اللحمة، بدها بصل، اللي بصلتين. هون عندي كيلو لحمة، عندي بودرة خضار مجففة او ملح ما بتفرق. عندي رشة فليفلي مجروشي وفليفلي ناعمة، والفلفل طبعا اساسي بهاي الوصفة. عندي بقى هون البطاطا، في عندي انا بطاطا وبازيلا وبصل وكزبرة وكمون وفليفلي، فليفلي ناعمة وفليفلي خشني. هلا انتو رح تستغربوا هاي، انه هاي بدي اعملها انا على الطريقه، القسم منها من بازيلا على الطريقه الهنديه تقريبا بتجي هيك. وبدي اعمل قسم ثاني ان شاء الله، مو بازيلا، بدون بازيلا. رح فرجيكم اياها، يعني بتجي حشوات متعدده كثير بيرغبوا فيها الاولاد وكثير بحبوها، وفينكم تحطوا الاضافات اللي انتو بتحبوها. هلا هاي الاضافات اساسيه، وانتو بتضيفوا بدكم اياه، بتحبوا تضيفوا حمض، بتحبوا تضيفوا دبس رمان، اي شيء تاني. انا ولادي ما بيحبوا دبس الرمان بقلب السبانخ ولا بقلب اي شغلة او بقلب اللحمة. والسبانخ لازم عصير ليموني، بس انا نسيت حطها ضمن الوصفة. منشوف مع بعضنا تطبيق ان شاء الله، وكل وصفة لحالها. هلا اول شيء رح اعمله اني رح بدي اغسل البطاطا، وبدي اشقفها هيك بالنص. انا عندي فيديو سالقه فيه البطاطا، عامل البطاطا المسلوقه بوصفات متعدده، بحط لكم الرابط ان شاء الله بصندوق الوصف. هلا بدي اقشر البطاطا واغسلها واقسمها بالنص واحطها اسلقها. في جزء منها رح اسلقها بنص سلق، والجزء الثاني رح اسويه. هلا اول شيء رح اعمله اني رح اسلق البطاطا. هلا انا البطاطا اللي بدي اياها نص سلق خليتها كامله، واللي بدي اياها سلق كامل قسمتها نصاص. هلا رح احطه على وعلق عليا، وان شاء الله منتابع معكم بكل المراحل. رح بما اني بديت بسلق البطاطا رح ابدا بحشوة البطاطا. لا رح احط البازيلا كمية انتو بتحددوها، بتحبوها كثيرة كتروا، بتحبوها قليلة قللوا عادي، ما في مشكلة. يعني هاي شي راجعكم. انا البازيلا عندي هون مفرزة، ورأسا بنزل عليا الكزبرة الناشفة تقريبا مع القصديري، وبنزل كمان مع القصديري كمون فليفلي مجروشي، بقلبهم ما بخلي النار عالي لما تحترق عندي البهار. كثير ظريفة هاي الوصفة، إذا بتحبوا الحر أكثر تطبخوا حر. أنا بالوقت اللي هلا هديت تحتها بفرجيكم شو رح أعمل. كمان البطاطا بعد ما سلقتها رح بهاي هيك بس مع وصل البطاطا، لأنه أنا ما بدي أنقص تبعت البازيلا هيك، تمام بهذا الشكل. وصفة كثير كثير ظريفة وطيبة، ما ننسى الملح او بودرة الخضار المجففة. هلا بنزل البطاطا على حب البازيلا، نزلت البطاطا كلها فوق البازيلا، بقلبها شوي مع بعضها. هي اوريدي مستوية، ما بدي اياها
الخبيص انا مجرد بس مشان تخلط ببعضها. هلا رح نزل معلقتين بودرة خضار مجففة لانه انا عندي البطاطا ما فيها ملح ولا البازيلا. ركزوا ملح، هذا الملح او البودرة الخضار المجففة هاي حسب الرغبة، شو قد بتحبوا انتو بتضيفوا، بس ما تخلوها تلتدي. يعني انا مهداي تحت الغاز بس بدي اقلبها ببعضها بس. هاي هلا بقلبها بنهيها وبننتقل للوصفة الثانية كمان بطاطا. انتهيت من الوصفة الأولى، ركزت ملحها وخلطتها كتير منيح ببعضها. هلا رح فضيها هون وابدأ بالوصفة الثانية. هلا أنا ترمت البصلة وبنفس مقلاية اللي اشتغلت فيها فضيتها، وهلا بدي أشور هاي البطاطا على الجهة الخشنة. كمان انا ما بدي اياها تستوي كثير لانه هي رح اعملها ناعمه فرح تاخذ استواء وقت القلي. كمل بنفس الطريقه ما شايفين. السلق بخليها صفرة ما بغير لونها، وانا لاني ما بدي اطبخها مده طويله على الغاز فسلقتها نص سلقه شاطريت معي شوي بسيطه. شايفين اساسا طالع صوتها انه ما كثير دايبه ذوبان. كمل بنفس الطريقه وبرجع لكم باقي بتكمل باقي الوصفه. هلا رمت البصلة بالزيت، حوس البصلة تستوى بتعطيني بالزيت. هلا هيك دبلت البصلة رح احط لها تقريبا معلقة اكل دبس فليفي، كثير طيبة معاها دبس فليفي كثير. انا بحبه يعطي الزيت لون. رح احط رشة فلفل ابيض، هذا ما حطيته بني وقتي بس ضريب. هدي الغاز، ما بدي انا البصل تحترق. وبنزل البطاطا شوي شوي عليها. نقلبها هيك وفرفدها عن بعضها لأنه هلا بس شافت الزيت والتوابل تفرفد. ما بننسى الملح اكيد، بحط جزء ملح وجزء بودرة خضار مجففة. حطيت هون ثلاث معالق وبدها تاكل رشة ملح. بقلبها كثير منيح. انا مهداي الغاز ما بعملها نار عالي لانه انا ما بدي اياها تستوي، بدي اياها تتقلب بس بالتوابل بالبهارات بالزيت مع البصله تتقلب ببعضها. بقلبها منيح ببعضها وبركز ملحها. بننتقل للوصفه الجايه ان شاء الله، رح بعمل اللحمه مشان تبرد. هاي الوصفات كلها لازم تبرد قبل ما نشتغل فيها، ما لازم نشتغل فيها ساخنة. كيما أحلى منظرة كثير حلوة، هاي من الوصفات المفضلة عندي أنا، هاي أنا بحبها أكثر. جربوها لأولادكم، ما بتحبوا الحر هذا اختياري، أي نكهة تانية بتحبوا تضيفوا لها إياها تنضاف، بتحبوا ترشوا لها فليفلي ناعمة بدون حر يعني بس عشان يعطيها لون كمان بصير. كمل هيك وننتقل للوصفة الجاية. صارت وصفتنا هلا هيك جاهزة. أنا هون علقت اللحمة، رح أحوسها شوي بعدين بنزل فوق البصل. إذا أنتم بدكم اللحمة تضلها رطبة شوي تحافظوا على طيبتها، حطوا البصلة بعد ما تاخذ اللحمة لون. بهاي الأثناء بنزل البصل من فوق اللحمة، أنا ما حطيت السمنة خالص. هلا رح ننزل الفليفلي المنهوشي. انتو هاي حلوة هي، يعني هي حرة عندي لكن هو حلو منظرة فوق صوت، بس انتو اذا بتحبوا تستبدلوها بالحلوة استبدلوها بالحلوة. واللحمة اذا بدكم تحطوا لها دبس رمان كمان فيكم تحطوا لها دبس رمان بعد ما تستوى، فيكم تحطوا للحمة دبس رمان اللي بحب نكهة دبس الرمان باللحمة. عندي هون فليفلي ناعمة تقريبا بقدر مع الأزولي.
التوابل هاي اختياري، لكن الفلفل والفليفل الناعمة يعني هم أساسيين حالة مع اللحم المحوص للهيك أفلام. معلقة خضار مجففي، أنا كثير بقول لك خضار مجففي لأنه عن جد بيجي الخضار، شوف قطع الجزر، في أنا شفت قطع كراث، في كثير كثير خضار بقلبها. أكيد الكراث أنا عامل كراث بالقناة إن شاء الله نظام التسميدية. هاي صارت عندي الحشوة جاهزة، خليها تبرد زي ما جهز باقي الحشوة. حبيت فرجيكم السبانخ، نحن هيك بتجي السبانخ، بتجي بتتبوع وهي بهذا الشكل، فأنا بقيم هذا كله عشان اغسلها كلها من قلبها. هلا هاي أنا غاسلتها، بس مع هيك شايفين لازم ترجع تنغسل، لأنه إذا ما قمتوا هاي العروق الصغيرة بقلبها لازم تنغسل. يعني أنا حبيت فرجيكم إنه ما تأمنوا هذا، لازم ينقام، تفرطوها على الآخر، ورقة الماء منيحة بتكبوها طبعا، يعني اذا صفرة شوي تنطبخ عادي ما في مشكلة، يعني الملوح شوي لانه كتير نحن عنا اياها غالي هاي الخضرة. فانا هلأ رح اغسلهم وشايفين كيف بهذا الشكل تفرطوها. انا هون صارت عندي السبانخ جاهزة مترومي، عندي هون كمان بصلي ترمتها احطها فوقها ترمتها ناعمي. هلأ هون بهاي المرحلة انا رح رش عليها ملح، رش لها الملح يعني قدر لها انها ما تصير معي مالحة، لانه بهذا الوقت انا هلا بدي تصير ببعضها هيك. انا فوقها مع الملح طالع منها ميتها، بدبلها بهاي الطريقة. انا ما بغلي عليها ابدا لانه هي رح تاخد طبخ هلا وقت قليل، فبتصير كثير بعدين مستويه. رح اخذها بهاي الطريقه كملها وفرجيكم اياها ان شاء الله، بس خلصها كلها بنفس الطريقه، بس هيك تفريد. شايفين كيف بلشت تذبل تحت ايدي بالملح؟ مثل ما قلت لكم ما تكثروا ملح. هلا بتصير تطلع منها المي بهذا الشكل، عصرها من ميتها، حط لها باقي الشغلات اللي انا بدي احط لها اياها. شوفوا هلا حطيتها انا بجار اوسع مشان اخذ راحتي فيها اكثر، شوفوا كيف صارت، شايفين عم تطلع منها مي، هاي المي كلها انا راح اعصرها منها ما خليها، وبعدين راح تبلها. يعني انا بس حطيت عليها البصلي والملح وصرت دعكها ببعضها مشان طالع منه ميتها، مشان وقت حطها ما بتنحط معي هيك خضرة وهي بدون ما تتدبل، وانا ما بدي اسلقها. فهاي الطريقة كتير ظريفة اني اطبقها. هلا رح احطهم بالمصفاي، عصرهم على الاخر ما خلي فيها مي نهائيا، وبرجع بتبلها قدامكم. وهلا شوفوا كيف صارت، قصرتها صارت ناشفة، رح اترم فوقها جوز، هذا كمان اختياري، لكن صدقوني هاي الوصفة يعني انا بعتبرها كاملة متكاملة، يعني اي شيء منها ينقص تصير الوصفة ضعيفة ضعيفة باللزاز يعني. فانا بترم هلا فوقها هاي كمية الجوز، انتو بتحددوها شقد بتحبوا بقلبها يكون. هاي الوصفة لو ضل منها شيء عادي فينكم تضبوها ببرات نهار تاني ترجعوا تعملوا، ما بتتحمل اكتر من نهار او التاني ما بتتحمل، فينكم تفرزوها ممكن، بس كمان ما بتتأخر كتير معكم لانه بتطلع كأنها مسلوقة بعدين، فيفضل انكم تشتغلوا فيها. نحنا بحبوا السبانخ اكتر شيء. هلا بترم هيك الجوز، بخلص كمية الجوز كلها وبرجع لكم المرحلة اللي بعدها. وهلا بعد ما ترمت الجوز رح اترم الجبنة، قلت لكم هاي الجبنة البيضة هي جبنة فيتا، بتجي بعض البلدان بعلب
معدن، حاولوا تكونوا شوي خفيفة ايدكم عليها لانه هي بتفرط رأسان بس ما بتأثر، يعني هلأ بتعطي لذاذة كتير للسبانخ. رح احط لها علبتين تقريبا، كل علبة بتجي 150 جرام. هلا هون بدي احط لها شي معلقتين دبس فليفلي. انا عندي اياها هاي دبس الفليفلي حره، انتو اذا بتحبوا تعملوها بحلوي اعملوها بحلوي عادي ما بيأثر، بس هي الحره بتعطيها نكهه لذيذه. بتحبوا ما تكتروا حر، لا تكتروا حر. وهون صار عندنا كمان وصفه السبانخ يلي هي انا بالنسبه لي اطيب وصفه، وانا شفته شايفين مثل ما شايفين حاططها لسه بالمصفاي اساسا، وحاطه تحتها محرمه مشان اي مي بدها تطلع منها اضافيه بعد تتبيلتها تطلع تمص المحرمه وما يضل فيها نهائيا مي، مع اني عاصرتها لكن للاحتياط. فصار عندنا هون تشكيله وصفات ظريفه، ان شاء الله يا رب تعجبكم وان شاء الله تجربوها. بطاطا بالحر، بطاطا بالبازيلا، باللحمة. انا تقصدت اني نزل لكم هلا فيديو، يعني اعمل فيديو الحشوات لحال وفيديو التطبيق لحال، مشان ما تضطروا يصير فيديو مدته بيجي نص ساعة واكتر من نص ساعة، تضطروا تفتحوا تشوفوا الفيديو كامل مشان شغلة صغيرة. فرح اعمل لكم ان شاء الله فيديو التطبيق السمبوسك لحال، وهلا فيديو الحشوات ان شاء الله بنزله لحال، بنزلهم مع بعضهم او ورا بعضهم باذن الله تعالى، مشان ما ياخذ وقت وتطبقوا الوصفات. وصفاتي عاد ما بتعرفوها اللي جربوها، ان شاء الله تجربوها. يا رب تنال اعجابكم ونال الدعاء نحن والاهل بالرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.